يعني ذكرت حضرتك انه يعني الخطه او يعني الوثق الزمني او الخط الزمني لها 6 شهور او 12 شهر او يعني هكذا ربما انا سمعت، هل هذه الخطه توقيت زمني او تحديد زمني معين ام انها توقعات من حضرتك، وبناء على ماذا يعني هذا الامر سيستمر ربما 6 اشهر او سنه او اقل او اكثر، بناء على ماذا يعني هذا الرقم او هذا التاريخ بالضبط؟ أنا ذكرت بأن الدعم أو الآليات التي طرحت بشكل رسمي من قبل الحكومة التركية هذه معلومات مصرح بها ومعلومات قطعية، لأنه يستطيع من يريد أن يودع ويستفيد من هذه الآلية التي تدعم الليرة التركية وتدعم له الفرق بينه وبين الدولار، يستطيع أن يودع إلى 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة، هذا ما له علاقة بالإيداع في الحسابات التركية في البنوك. أما زوال تأثير الحرب الاقتصادية ومجيء روافد أخرى من الصادرات ومن السياحة ومن ما يسمى الاستثمار الأجنبي المباشر، هذا هو عبارة عن تحليلات، هذه التحليلات مبنية على نتائج ووقائع تأتينا من ما يسمى الدوائر الحكومية من أرقام اقتصادية، وبالتالي من المتوقع، هذا تحليل وهذا ليس بالمؤكد، لكن من المتوقع بنسبة كبيرة جدا بأن الربع الثاني من العام 2022 أي شهر أبريل أو نيسان عام 2022 سنشهد أن يكون هنالك استقرار وتوازن حقيقي بين سعر الليرة والدولار بما يتماشى مع مجيء الروافد من العملات الصعبة، سواء من السياحة أو سواء من الاستثمار أو من الصادرات التركية التي تشهد، جميع هذه المجالات تشهد الآن نمو غير طبيعي، وبالتالي نكاد نقول بأن تركيا خرجت من عمق الزجاجة، تجاوزت أزمة كانت خانقة، وكان هنالك هذه الأزمة ليست أزمة اقتصادية بقدر ما هي حرب اقتصادية، يعني هنالك من أراد أن يعجل بقضية انتخابات مبكرة وأن يجعل من الشعب يثور على أردوغان وعلى حزب العدالة والتنمية باستخدام الورقة الاقتصادية، فكان هنالك ما يسمى شائعات مغلوطة، وكان هنالك مضاربات، هنالك لوبيات، لوب الفوائد الذي تضرر من تخفيض الفائدة ويحارب النظام المالي الذي يتبعه أردوغان وهو الاقتصاد الإنتاجي، أي تذهب الأموال إلى الإنتاج والتصدير والنمو وتشغيل